لم يكد ينتهي نهار هذا الطفل حتى وجد نفسه طريح الألم والعجز، حيث تسببت قذيفة حوثية سقطت على منزله بإصابته بجروح خطيرة وفقدانه عدداً من أفراد أسرته، استشهد بعضهم وجرح آخرون نتيجة قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية السبعة العليا جنوبي مدينة حيس. احنا خارجين من صلاة المغرب من الجامع، احنا خارجين وضربوا علينا بالهاونة. كانت ميليشيا الحوثي قد كثفت الجمعة الماضية قصفها على المدينة مستخدمة قذائف الهاون والهاوزر، وقالت مصادر عسكرية بأن القصف الذي استهدف أحياء سكنية ألحق الكثير من الأضرار المادية بمنازل المواطنين وأدى إلى شل حركة الحياة المدنية، فضلاً عن حالة الرعب والخوف بين المواطنين. القصف الحوثي المستمر على أرياف الحديدة أجبر العديد من العائلات على النزوح قصراً، وبحسب مصادر محلية فإن أسرة كاملة تعاني من العجز والمرض اضطرت للرحيل من زبيد بسبب تفخيخ الحوثي لمنزلهم والقصف العشوائي على قريتهم وزرع عشرات الألغام والعبوات الناسفة في مداخل القرى منعاً لعودتهم. شيعة الحوثي قاموا بتلغيم المنازل حقنا، والآن شوف نحن نازحين محتويين في هذا البيت منه يمكن لثمانية متر، من احنا يمكن حول 16 او امي عندها ورم هنا تعبانة لاخر درجة ذاتها ما تاكلش. في ظل تخاذل الشرعية عن ايجاد بدائل آمنة لهم وتفرج التحالف على مصيرهم، يقبع سكان ارياف الحديدة بين مرارة النزوح القسري او البقاء تحت نار ميليشيا الحوثي التي لا تزال مشتعلة رغما عن الهدنة الدولية لوقف اطلاق النار.